في شركات مسؤولة عن استخراج النفط، في شركات مسؤولة عن تكرير النفط، وفي شركات لها أمور وأشياء ثانية. إحنا طبعاً شركة ثانية واحدة، شركة البترول الوطنية الكويتية، مسؤولة عن شنو؟ تكرير النفط. إحنا مهمتنا إن يوصلنا النفط الخام، شنو نسوي فيه؟ نطلع مواد نقدر نستفيد منها، نطلع منها البنزين، نطلع الديزل، وقود الطائرات، الوقود السفن، الأمور هذه، المنتجات. هذا دور إحنا في KNPC. طبعاً KNPC يقول لك تأسست كشركة سنة 1960. أول مصفات في ميناء الأحمدي كانت سنة 49، ميناء عبد الله 58، مصفات ميناء شعيبة 68. هذين المصافات. إحنا في KNPC كم مصفات عندنا؟ يلا واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث. عندنا ثلاث مصافات. تمام. إحنا في KNPC عندنا ثلاث مصافات نفطية. هذه صور من المصافي اللي عندنا. طبعا اللي مر عليهم بالليل يعني شكلهم كنا شنو؟ شكلهم ما حد شايف مصافي من قبل بالنظر؟ اللي نشوفها في الشارع شكلها شنو؟ شكلها شبة؟ خشب؟ شمعة؟ اي تفضل. اي بعد طبعا هي منورة، يعني هاي شكل اللي يسمونه خزانات النفط وخزانات المنتجات. طبعا احنا عندنا المنتجات عقب ما نكررها نسويها، شلون نقدر نصدرها؟ طبعا عندنا مرافق تصدير، ولكن قبلها نخزنهم في هذه الخزانات، خزانات عملاقة. طبعا عندنا عشرات لا مئات الخزانات في مختلف المصافي. غير هذا شركة البترول الوطنية الكويتية مسؤولة على التسويق المحلي، تسويق المحلي حق المنتجات، البنزين، الديزل نطلعه من عندنا، بعدين نوديه مستودعات رئيسية، عندنا مستودعات في صبحان وفي الأحمدي، وبعدين نوديه محطات البنزين. طبعا احنا الحين في الكويت محطات البنزين في ثلاث شركات. في احد يعرف شنو شركات البنزين عندنا الحين؟ يلا. الأولى ألفا، هي نفسها ألفا والKNPC. عندنا ثلاث محطات أو ثلاث شركات حق التسويق المحلي. إنزين. بعدين هذه مرافق التصدير اللي عندنا. طبعاً عندنا المرافق التصدير ضخمة تستوعب شاحنات السفن النقل العملاقة، تنقل منتجاتنا حق مختلف دول العالم. طبعاً الحين نبدي المحاضرة. طبعاً لما نتكلم عن البيئة، البيئة يقول لك مذكورة في القرآن، والبيئة مذكورة في الأحاديث والروايات، ومذكورة عندنا من قديم الزمان. يعني البيئة مو شيء جديد. لما احنا نتكلم عن البيئة مو شيء جديد، توه طالع. شباب في أحد يقدر يقرأ الآية المكتوبة؟ ما حد يقدر يقرأ آية؟ تفضل. تمام. الآية الثانية تبوأ تمام. الآية قاعدة تتكلم عن شنو؟ هي راح نفهمها. الآية تتكلم عن البيئة طبعا، توحي حق الموضوع البيئة. نكمل طبعا يقول لك التبوأ ان المسلمين اتخذوا الدار، وهي كانت المدينة المنورة، اتخذوها بيئة لهم، اي مسكن والمكان اللي يسكنون فيه. احنا بس نبي نقول لكم انه مو شيء جديد موضوع البيئه، مو شيء تونا اكتشفناه، لا موجود من زمان، موجود في القران، موجود. هذا تعريف اللغوي. شباب منو زين بالعربي؟ يلا اقرا لنا. تمام. فالحين نقول لكم البيئة هذه شغلة جديدة توها طالعة،
مثل الانترنت ولا شغلة قديمة موجودة من زمان؟ الموضوع موجود من زمان، احنا بس يمكن ما نعرف عن البيئة من قبل، الحين نقدر ان نشوف لما نقرأ الحين آيات، لما نقرأ الأحاديث راح نشوف ان الموضوع هذا موجود ومتكلمين عنه من قبل. الحين نتكلم على التاريخ الحديث علميا، العلماء متى بدأوا يستخدمون مصطلح البيئة؟ في اجتماع او مؤتمر كان سنة 1900 وكم؟ تمام. في هذا المؤتمر حددوا شنو تعريف البيئة؟ شنو يقول التعريف شباب؟ ستوكهولم. كل اللي حوالينا هي البيئة. لما نتكلم عن الماء، الهواء، الأشياء اللي حوالينا، الناس، الحيوانات، النباتات، هذه كلها نسميها البيئة. تمام؟ هي المكان اللي نعيش فيه ونحصل عنه على حاجاتنا، هواء وماء وتربة وكائنات حية، هذه كلها هي البيئة. عرفنا شنو هي البيئة؟ تمام. الحين طبعا ستوكهولم وين مكانها؟ السويد. انزين، هل هذا كان الاجتماع العالمي الوحيد حق البيئة ولا صار بعده عشرات الاجتماعات؟ صار بعده وايد اجتماعات ومؤتمرات واتفاقيات دولية، وبدأوا بعد برنامج يسمونه برنامج الأمم المتحدة للبيئة. الأمم المتحدة احنا عارفين هي شنو هي الأمم المتحدة صح؟ تحت الأمم المتحدة في عندهم برامج أنشطة، فواحدة منهم تتعلق في البيئة، هذا اللي قاعد يسمونها United Nation Environmental Program، برنامج الأمم المتحدة للبيئة. قالوا خلنا نسوي يوم عالمي حق البيئة سنويا، كل سنة في يوم معين نحتفل فيه باليوم العالمي للبيئة. أي يوم هذا؟ إيه؟ تاريخ كثر؟ 5/1؟ مو مكتوب عدل ولا ما تقرون عدل؟ مو مكتوب. 5/6 جون، شهر 6 شباب، إنجليزي الظاهر. 5/6 شباب، كل سنة شهر 6 5/6 نحتفل باليوم العالمي للبيئة. كل سنة في موضوع ويحتفلون فيه في كل دول العالم، وحتى في الكويت احنا احتفالات تتعلق في اليوم العالمي للبيئة. هالسنة شنو كان الموضوع؟ شو كان الموضوع؟ شعار. شنو شعار الموضوع؟ شنو هو؟ فكل كل وفر. يعني شنو؟ هو يتكلم عن الأكل، احنا ايش كثر نحتاج من الأكل اللي قاعد نشتريه؟ احنا نشتري وايد اكل، من هالاكل اللي نشتريه ايش كثر نحتاج منه؟ شويه، نصه. الباقي ايش قاعد نسوي فيه؟ والله من اللي خزن الاكل كله قاعد ينقض في الزباله شباب. الاكل اللي احنا قاعد نشتريه كله نصه قاعد يروح في سله المهملات. فعشان جي يقول لك فكر قبل لا تشتري، اكل اللي تحتاجه ووفر الباقي. ما تحتاجها، لا تشتري أشياء تنتهي صلاحيتها إذا ما تقدر تأكلها، لا تطبخ أكثر من حاجتك، وبعدين الأشياء اللي ما تحتاجها تقدر أن تعطيها حق الناس المحتاجة. تمام. غير يوم البيئة العالمي في شيء يسمونه ساعة الأرض. شباب في أحد سامع بساعة الأرض من قبل؟ ساعة الأرض، ما حد سامع بساعة الأرض؟ تمام. ساعة الأرض هذه قالوا خلنا نسوي ساعة واحدة بس كل سنة على أساس نهتم في البيئة. لما تكون أنت في بيتكم وفاتح كل الليتات اللي في البيت ورايح نايم، هل أنت محتاج الليتات هذه كلها؟ لما يكون عندك أنت التلفزيون شغال 24 ساعة وأنت ما قاعد طالع، هل أنت فعلًا محتاجه؟ لما يكون الكمبيوتر شغال 24 ساعة، هل أنت محتاجه؟ هذه الأمور تخليك تفكر. يقول لك ساعة واحدة فكر بس من الأشياء اللي إحنا قاعد نشغلها ونستخدمها، هل فعلا قاعد نحتاجها ولا ما قاعد نحتاجها؟ بعدين طبعا سنة عن سنة بدأت الحملة مو بس تصير باستراليا، بدأت تصير في دول أكثر، كل سنة تزيد دولة. إحنا طبعا الحين صاروا يمكن نص أغلب الأرض والدول قاعد تسوي يوم ساعة الأرض هذه. في الكويت قاعد نسوي ساعة الأرض ولا ما قاعد نسويها؟ ها قاعد نسوي؟
وين سويناها؟ ما سوينا؟ احنا بالكويت سوينا، بس الظاهر ما تقرون الجرايد. شباب اللي يقرا الجرايد يرفع ايده. ما عندنا وايد مثقفين، ها؟ تمام، مبلى اللي كان يتابع كانوا حاطينها ساعة الأرض شهر 3. شلون؟ 23/3 ولا 28/3؟ فهذه شلون؟ شنو 23؟ 23/3 هالسنة صح؟ لا متابع. تمام، في سنة من السنين سويناها في الجزيرة الخضراء، في أكثر من مكان قاعد نسويها في الكويت. في ساعات الجزيرة الخضراء طفينا كل الليتات اللي في الجزيرة الخضراء وسووا النشاط مالهم. إيه تفضل. أنت تبي تبين إن هذه الليتات اللي إحنا حاطينها ما نحتاجها. أنت قاعد في غرفتك عندك 4 سويتشات حق الليتات. هل تحتاجهم 4 ولا 1 منهم كافي؟ هي الفكرة إن إحنا نفكر باللي نحتاجه فعلًا. تمام. الحين نتكلم على التلوث. تلوث شباب. طبعًا أكيد سامعين كلمة التلوث. من يقرأ لنا الآية؟ يلا. تمام. هذه الآية طبعًا نقدر نفهم منها إن الفساد والتلوث نوع من أنواع الفساد اللي قاعد يصير عندنا. التلوث وين قاعد يصير؟ في البر، في البحر، وفي الجو بعد. إنزين. طبعًا التلوث هم له تعريف. من يبي يقرأ لنا التعريف شباب؟ يلا. تمام، احنا البيئة موجودة في حالة يسمونها اتزان طبيعي، البيئة بحالتها قاعدة، احنا نيجي نأثر عليها، نحط عليها ملوثات، نحط عليها مواد كيميائية، نحط عليها غازات، تأثر فيها وتسوي اللي احنا نسميه بالتلوث. التلوث طبعا في تلوث الهواء، في تلوث الماء، في تلوث التربة. مثال على تلوث الهواء شباب، دخان السيارات. تمام. مثال على تلوث الماء، النفط. بعد مخلفات المصانع. مثال على تلوث التربة، الجراثيم. تلوث التربة. بعد رمي النفايات. تمام. الحين لما نتكلم على التلوث، التلوث ترى فيه مصادر طبيعية، مو دائما من صنع الإنسان. شنو المصادر الطبيعية حق التلوث شباب؟ يلا شباب هناك، شنو مصادر التلوث الطبيعية؟ الزلازل. بعد شباب، براكين. بعد يلا، النفايات هاي الطبيعية. لا نبي طبيعية الحين. حرق الغابات. حرق الغابات. حرق الغابات فيه هي طبيعية وهي مو طبيعية. شلون؟ إذا بروح احترقت الغابات هذه يصير طبيعية، ولكن إذا احنا حرقناها إيه يصير غير طبيعية. تمام. الأنشطة البشرية هاي اللي تكلمنا عنها. نكمل. نقول احنا طبعا لما نتكلم عن الهواء، ليش الهواء وايد مهم؟ ايش كثر تتوقع احنا نستنشق من الهواء؟ لان احنا نتنفس. بعد شباب، ليش الهواء وايد مهم بالنسبه حقنا؟ ما نقدر نعيش بدونه. بعد شباب، لان الكائنات الحيه كلها تحتاج حق الهواء. الجراثيم والميكروبات والامور هذه كلها تنتقل في الهواء، فإذا الهواء ملوث احنا نتأثر فيه. المصادر الطبيعية حق التلوث الهواء شنو هي؟ طبعا كلنا عارفينها، الغبار
حبوب اللقاح هاي اللي فيهم حساسية يعرفون. وبعد شلون هاي الملوثات الطبيعية اللي حيكون الشنو دخان البراكين صح تمام. طبعا الغبار كلنا شايفينه أكيد شفتوا الغبار السنة اللي فاتت وكل سنة شلون إيه إنزين. طبعا في الغبار هو عبارة عن شنو شنو تمام حبوب تراب تراب إيه تمام. التراب طبعا اللي احنا نسميه هذا هي حبيبات كبيرة ولكن تلوث الجو مو بس التراب في حبيبات او دقائق او اجزاء صغيرة كلش هذا يبين لك ايش كثر حجم الدقائق العالقة في الجو. انت لما تقول الحين المصانع قاعد تطلع غبار تطلع او شنو تطلع المصانع دخان الدخان هذا شنو ترى هذا هم جزيئات بس جزيئات مو كبيرة جزيئات صغيرة حجمها صغير فبالحجم تشوف ان يعني تقارنها مع هذه هاي شعره الانسان شوف هذه الشعره فجزيئات يعني وايد صغيره هذه الجزيئات تدخل من الانف احنا عندنا نظام التنفس طبعا اذا حبيبات كبيره راح توقف في الخشم صح ولكن هذه الجزيئات وايد صغيره فهي تدخل للصدر وتسوي لنا المشاكل الصحيه. طبعا مخلفات الحروب كلنا عارفين الشيء هذا ان الاسلحه هذه طبعا الاشياء اللي داخلها كلها اشياء خطره واشياء تاثر على الانسان وتاثر على الصحه وتاثر على البيئه. انزين طبعا هذه الصور شنو في احد شايف الصوره من قبل وين شايفينها منو كان مولود بعد الغزو شباب قبل الغزو ما حد مولود قبل الغزو أي سنة مولودين شباب؟ يلا تمام تمام. هذه تلوث الهواء طبعا تلوث الهواء بشكل رئيسي نتكلم على شنو؟ على شنو؟ دخان السيارات. شباب لا تسوقون سيارات ترى يعني لوثت الجو كله. طبعا تلوث السيارات هذا تقريبا يقول لك في الكويت في 2 مليون سيارة يمكن في أكثر كل واحد ان شاء الله لو راح يكمل 18 سنه راح يطلع له سيارتين. ليش راح يطلعون سيارتين انا ما ادري بس كل واحد بيطلع سيارتين وراح يسوق حق المدرسه حق الجامعه ان شاء الله. السيارات طبعا هذه الدخان اللي طلع هذا بس قاعد يوريك الصوره هذه ايش كثر دخان قاعد نطلع في الجو من سياره واحده في اليوم يوم واحد هاي السياره قاعد تمشي هل كثر دخان طلعت حق الجو. طبعا في تلوث من المصانع وهذه محطة إنتاج الكهرباء عشان شي يقول لكم الكهرباء وايد مهم إن نقلل استهلاك الكهرباء لأن محطات الكهرباء تطلع كميات كبيرة من شنو من الدخان ومن الملوثات. طبعا في تلوث البر شباب الحين موسم بر والشباب يروحون هناك ويقطون كل شيء بعدين يحرقون مستانسين وحسبالهم ماكو شيء راح يصير بالدنيا. طبعا وايد قاعد يأثر على البيئة البرية ونأثر على الجو. وطبعا في اشياء ثانيه الامطار الحمضيه هذه في احد سامع عن امطار الحمضيه من قبل تفضل تمام تمام. بعد من يعرف عن امطار الحمضيه شلون ما سمعت هي من المطر اي بس شنو سالفتها الامطار الحمضيه اي بالضبط. احنا عندنا في الجو في كميات من الملوثات المطر لما ينزل راح ياخذ الملوثات هذه وينزلها عندنا في الارض تصير الامطار الحمضيه. امطار حمضيه يعني شنو قاعد تفكر عصير ليمون قاعد ينزل راح يذوب عندنا المباني. امطار حمضيه مشكلتها شنو تذوب عندنا المباني اللي عندهم الدول اللي عندهم تماثيل اللي عندهم اشياء مثل هذه يتاثرون وايد فيها لأن أكيد عندهم أشياء قديمة أشياء أثرية يحافظون عليها فهذه الأمطار الحمضية تخرب كل الأشياء هذه. عندنا بعد شنو هذه الأمطار الحمضية يوريك شلون إنه قاعد تصير عندك الأمطار الحمضية.
بعدين هذا بعدها مصور امطار حمضيه. في شغله يسمونها الاحتباس الحراري، شباب منو سامع بالاحتباس الحراري؟ يلا ايش في الجو؟ شلون؟ اجتماعيات؟ شنو بعد الاحتباس الحراري شباب؟ وين اللي ورا؟ مو سامعين بالاحتباس الحراري؟ ايه شنو؟ تقريبا هو كذي. بعد شباب احتباس الحراري، لا لا مو طبق الزوز، غير تقريبا تقريبا هو الاحتباس الحراري ترى ما له شغل في الاوزون وايد يعني. تفضل. تمام تمام. الاحتباس الحراري شباب عندنا في غازات قاعد تطلع من الارض، الغازات هذه قاعد تسوي لنا طبقه تخلي اشعه الشمس توصل لما الارض بس ما تطلع من الارض، ما تطلع من الغلاف الجوي حق الارض، فهذا يسوي لنا الاحتباس الحراري. شنو هي الغازات هذه؟ اهم غاز غاز الميثين، واكثر منه غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ليش غاز وايد خطر وايد احنا ما نبي يطلع الغاز هذا؟ لانه هو سبب رئيسي حق احتباس الحراري. احنا طبعا لما نتنفس نطلع ثاني اكسيد الكربون صح؟ تتوقعون هذا ياثر على البيئه؟ ما ياثر وايد. لكن هي المشكله بشنو؟ بالانشطه اللي احنا قاعد نسويها. يعني الانسان كان موجود منذ قديم الازل، ما كان في مشكلة الاحتباس الحراري. مشكلة الاحتباس الحراري متى بدأت؟ لما بدينا بالأنشطة الصناعية وبدينا نطلع كميات كبيرة من الفحم وثاني أكسيد ومن النفط، وبدينا نحرقهم ونطلع كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. هني بدأت تصير عندنا ظاهرة الاحتباس الحراري، وشافوا العلماء إن الحرارة في الأرض بدأت تزيد سنة عن سنة. إيش كثر تزيد؟ تمام. يعني احنا نتكلم احتباس الحراري، ما زادت حراره الارض 20 درجه، هي درجه اي وللحين ما وصلت درجتين، يعني اقل من يمكن اقل من درجه. ولكن الاحتباس الحراري شنو النتائج اذا صار عندنا الاحتباس الحراري؟ شنو النتائج على الارض راح تصير شباب ورا؟ شنو نتائج الاحتباس الحراري؟ يذوب الثلج في القطب الشمالي. تمام. بعد تصحر. بعد ارتفاع مستوى الماء. بعد شباب فيضانات زلازل زيادة البراكين غرق بعض الدول. غرق بعض الدول أصلا راح تختفي من الوجود، يعني راح تنمسح. الدول اللي على البحر هذه راح تنمسح من الوجود، فهذه كلها من الاحتباس الحراري. في بعد عندنا شغله يسمونها طبقه الاوزون. اللي منو سامع عن طبقه الاوزون؟ يلا شباب ورا. شنو طبقه الاوزون؟ تمام. بعد من النيازك. أشعة الضارة. تمام شباب. هني أوزون. مو سامعين عن الأوزون؟ تمام شباب. إحنا عارفين طبقات الغلاف الجوي ولا لا؟ تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، أيونوسفير، سامعين فيهم من قبل ولا لا؟ الأوزون هي ثاني طبقات الغلاف الجوي، تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية، أشعة الضارة هذه. ولكن شنو اللي اكتشفوا العلماء؟ اكتشفوا ان في غازات قاعد نستخدمها في الارض، نستخدمها قاعد تصعد لطبقه الاوزون وتسوي لنا ثقب الاوزون. شنو هالغازات هذه؟ هي الغازات اللي كنا نستخدمها اول في المكيفات وفي الثلاجات وفي بعض اجهزه الاطفاء. هذه الغازات هذه اكتشفنا ان هي غازات ممتازه واستخدامها ممتاز،
ولكن متى ما طلعت من المكان اللي هي فيه من الثلاجة طلعت الغازات هذه صار لها تسريب تروح لطبقة الأوزون تسوي لنا ثقب الأوزون. عشان كذي علماء شنو قالوا؟ قالوا لازم نمنع الغاز هذا والغازات هذه. فصارت اتفاقية دولية. شنو يعني اتفاقية دولية؟ يعني كل دول العالم اتفقت على شيء واحد. إيه. قالوا إن خلاص نمنع الغازات هذه. فبدينا نمنع الغازات هذه وبدينا حتى إحنا في كل دول العالم نغير الغازات اللي نستخدمها في الثلاجات وفي المكيفات. إذا تشوف المكيف اللي عندكم في البيت أو تشوف الثلاجة الجديدة راح يقول لك CFC free يعني ما يحتوي على الغاز CFC اللي هو يضر في طبقة الأوزون. أي سؤال؟ طبعا هو يسمونه كلوروفلوروكاربون هذا اسمه. هو غاز يحتوي على ذرات من الكربون ومن الفلور ومن الكلوروفلوروكاربون الكلور والفلور والكربون. تفضل. يضر استاذ. شنو؟ يضر. هو ما يضر حق احنا يعني كاشخاص لا، هو الغاز يطلع يتسرب يروح للغلاف لطبقة الاوزون. فهو احنا ما نتكلم عن خطر حق صحة الانسان، احنا قاعد نتكلم على خطر حق البيئة. بعدين عندنا طبعا هاي استخداماته. بعدين نبي نتكلم على شنو؟ البيئة البحرية. البيئة البحرية، احنا بالكويت عندنا جزر ولا لا شباب؟ ايش كثر الجزر اللي عندنا؟ 9 7 10 مزاج صار ها خلشوا شباب كم جزيرة عندنا؟ كم واحدة؟ خلاص 9 اكيد تمام. الجزر الكويتيه طبعا احنا عندنا البيئه البحريه طبعا فيها وايد كائنات حيه كائنات بحريه، ولكن طبعا تتاثر وهاي الشواطئ وهالامور هذه كلها. اذا تصدقون كل هالامور موجوده في الكويت وهذه الجزر، يعني شوفوا ما شاء الله شلون الجزر هذه حلوه، ولكن تتوقعون الجزر هذه تظل حلوه اذا احنا قاعدين ناثر عليها بشكل سلبي؟ اكيد طبعا لا. سلاحف شباب، اللي يدري ان في سلاحف بالكويت يرفع ايده. مفاجأة حقكم ها، في سلاحف عندنا في الكويت، ولكن الخبر المو حلو ان السلاحف هذه ما راح تظل ببركاتكم وبركات الشباب. ما ادري ايش قاعد تسوون بهالسلاحف هذه. طبعا تدمير البيئة البحرية، يعني للأسف ان احنا عندنا في ناس تروح تحدق تروح تصيد تروح تتمشى، ولكن قاعد تصير امور قاعد تاثر في البيئه. ناس قاعد يروح تتسبح وتروح تاكل وبعدين تخلي كل شيء عندها تقطه في الارض وتقطه على اليال وتروح تمشي، مع ان الزباله موجوده يمهم، يعني بكل بساطه ياخذونها يقطونها في الحاويه الموجوده يمهم. فهذه اشياء صور هذه الغواصين اللي في الكويت فرق الغوص ماخذها الصور هذه توريك شنو قاعد يصير. يعني شوف هذه السلحفات المسكينه علقت بشنو؟ شبكة. هاي مو شبكة عشان واحد يبي يصيد، هذه شبكة قديمة قطوها لأنها تشققت فقطوها في البحر فعلقت فيها هذه الناس. فهي طبعا صور تشوف إن في بعض الأمور تقول والله إحنا نبي نصيد فإحنا نحتاج إن نسوي كذا. هذا شغلة إحنا ما نتكلم عنها، إحنا نتكلم على شنو؟ أشياء إحنا ما نحتاجها قاعد نسوي أشياء غلط، أنشطة ممارسات غلط قاعد تأثر على البيئة البحرية. في عندنا شغلة يسمونها الشعاب المرجانية، إذا في أحد شايفها هذا طبعا قاعد تتاثر بالانشطه اللي احنا قاعد نسويها. شباب هذه الصوره وايد مهمه، السلحفات. شباب شنو قاعد تاكل السلحفات هذه؟ تشيز. شنو؟ كاكاو. تشيز كاكاو؟ وايد دقيق يعني حنا. شباب هذا تشيز جمعيه. ليش قاعد تاكل تشيز الجمعيه؟ سؤال ترى وايد مهم. شيء تتغذى فيه، صح كلامك. شنو السلاحف تاكل شنو؟ طحالب. في عندنا شغلة في الماي، لا شغلة مثل الجيلي، شنو يسمونها عندنا؟ شنو؟ لا شغلة مثل الجيلي، قنديل. شباب في أحد سامع قنديل البحر؟ شباب السلاحف تاكل قنديل البحر. فهي في الصورة هذه شنو حسبالها قاعد تاكل؟ قاعد تاكل قنديل البحر. بعدين تتوقعوا شو راح يصير فيها؟
راح تموت، تختنق وتموت. فعشان كذا أنا قاعد أقول لكم شباب، أنشطتنا قاعد تأثر على الكائنات البحرية، قاعد تأثر على السلاحف. فاللي ما شاف السلاحف خليه يروح بسرعة يشوفهم قبل لا ينقرضون، لأن يعني الظاهر ما بقى عندنا سلاحف. شباب إحنا عندنا وايد أنواع من المخلفات، المخلفات هذه اللي نقطها. تتوقعون إيش كثر يظل تظل على ما تتحلل؟ سنين، سنة، سنتين، عشرات السنين، مئات السنين. في بعض اللي يبين بالصورة شباب، في عندنا أمور تظل عندنا مئات السنين. وبطول الماء شباب، في أحد يشوف طول ماء البلاستيك كم مكتوب؟ كم سنة على ما يتحلل؟ 450 سنة. إحنا راح أسألكم ليش نحتاج نشرب طول ماء؟ تمام. ليش ما تشرب كلاس ماء؟ ليش لازم بطل ماء نشرب؟ تمام. في عندنا بطول يسمونها ريوزابل شباب، مثل المج هذا تسكره وتاخذه وياك صح؟ ليش لازم نشتري بطل ماء؟ ارخص، عندك البطل في البيت تترسه وتجيبه وياك المدرسة، انظف، هم بالبيت تغسل بطلك ويصير نظيف. شباب يتسكر حتى اللي في البيت تقدر تسكر عشان ما يتحلل بسرعة. بعد مياه معدنية، تمام. هذا يسمونه من مظاهر الترف اللي عندنا شباب. احنا ما نحتاج نشرب طول ماي، ولكن احنا صارت عندنا عادة ان لازم خلينا نشرب بطل ماي، وبطل ماي وايد انظف وايد احسن من الماي اللي عندنا في البيت. ترى الماي اللي عندنا في البيت نفس الشيء، ماكو فرق ولا حق الصحة ولا حق ولا شيء، ولا حق الأملاح ولا حق ولا شيء، كله نفس الشيء. ولكن احنا قاعدين يقصون علينا يقولون ترى هذا الماي وايد احسن، شربوا هذا الماي اللي بالبطول راح يفيدكم وراح يقويكم. وطبعا كل الكلام نفس الشيء، كله دعايات، مثل ما تشوف دعاية كنتاكي قاعد تشوف دعاية بطول الماي، ترى ماكو فرق. انزين، التلوث اللي عندنا في الماي اللي مياه الصرف الصناعي ومياه المجاري. طبعا احنا عندنا مياه المجاري، مياه الصرف هذه تروح محطات معالجة، تصير لها معالجة وبعدين تروح في البحر. اذا ما صار لها معالجة شنو يصير في البحر؟ تصير عندك التلوث، تصير عندك المشاكل، ويصير عندك نفوق الأسماك. من سمع نفوق الأسماك شباب؟ نفوق الأسماك، نفوق الأسماك شنو الأسباب ملوته؟ تلوث. بعد رمي النفايات صح. بعد شباب نفوق الأسماك تسربات نفطية، تمام. الأمور هذه كلها تأثر على الأسماك، تأثر على الكائنات البحرية، هي تسوي لك نفوق الأسماك. نفوق الأسماك يعني شنو؟ يعني مرة واحدة السمك كله مو قادر إنه يعيش، فتشوف مرة واحدة كل السمك مات وكله طفح على شنو؟ على البحر، وذايع مع الماي يوصل عندك على الشاطئ. فعشان كذي لازم تهتم في المعالجات وتهتم في الماي اللي قاعد توديه أنت للبحر. تمام. الحين نتكلم على تلوث التربة. عندنا بعد آية، من يبي يقراها شباب؟ ها شباب ورا ما تقرون انتو؟ يلا شباب واحد يقرا، يلا يلا قول. قال تعالى: واذا تولى سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. تمام. الله استخلفنا على الارض هذه على اساس شنو نسوي؟ شنو احنا دورنا في الحياه هذه؟ تمام. الله شحكى خلقنا شباب اساس نسعى في الارض. بدال ما نسعى في الارض شنو قلنا نسوي؟ بدينا ندمر الارض. اي، فيقول لك هذا الحين من بعض الاشياء، تلوث حرق الابار. اكيد سمعتوا وقت الغزو صار في شيء يسمونه حرق الابار. هذا يا شباب جنوب السرة، منطقة المناطق جنوب السرة حجمها، وهذا حجم التلوث البري اللي صار من تلوث الآبار. فتشوف كميات أو أراضي مساحات كبيرة تلوثت بالبر من حرق الآبار ومن البحيرات النفطية.
إنزين. شباب هذه المعلومات اللي ما يدري عنها. طبعاً وايد صار حرق آبار، وايد آبار انفجرت، وايد آبار اختربت، صار عندنا كميات كبيرة من النفط بدأت تتسرب على الأرض. هذه طبعاً في بعض الكميات هذه قدرنا نستفيد منها وناخذها مرة ثانية. في بعض الكميات والغازات طلعت عندنا في الجو، فصار عندنا بعد الغزو الأمطار السوداء. في أحد سمعنا الشيء هذا؟ يعني ماي أسود. أنت تطلع المدرسة بقميصك الأبيض، ترجع قميصك منقط أسود، أي ما يروح. تدمير التربة والغطاء النباتي من الحركات والأنشطة اللي قاعد تسوونها في البر. شباب البقيات هذه قاعد تدمر عندنا التربة، تدمر عندنا الأرض. شوف الشارع هذا، لحظة خلينا نرجع للصورة هذه. شوفوا شباب، هاي مكان اللي السيارات تمشي فيه، تلاحظ انه ماكو عليه شنو؟ ماكو عليه حشيش، ماكو عليه عشب، ماكو عليه زرع. ليش؟ ايه، المكان اللي تدوس عليه السيارات يخترب. فتقول والله في سيارات لازم تمر في البر، لازم تمر في هذا، فيخترب الحشيش في هالمنطقه، هذا ما يخالف. لكن المشكله عندنا في البر، شنو قاعد نسوي في البقيات؟ قاعد قحص. وين قاعد قحص؟ في البر كله. فالبر كله قاعد يصير، ما قاعد تطلع فيه المزروعات وما قاعد يطلع فيه الزرع. وين قاعد يزرعون؟ في عندنا شيء يسمونه المحميات. شباب في احد سامع من المحميات؟ تمام، شنو فكرة المحميات؟ شلون؟ تمام، مناطق المفروض ان احنا ما ندشها على اساس تتكاثر فيها الكائنات البرية والنباتات وتنمو عندنا. ففي نباتات شباب، في نباتات راح تنقرض عندنا في الكويت، موجودة من زمان، ولكن من الأنشطة اللي قاعد تصير راح تنقرض هذه النباتات. فقلنا تسوي محميات طبيعية نخليها فيها. فللأسف في ناس الحين هدوا البر كله، شافوا وين المحمية، قاموا يدشون داخل المحمية عشان يخربون التربة الموجودة فيها. تمام، نكمل. بعد هذه كلها صور من شنو اللي قاعد يصير في التربة. هذا قاعد يوريك صورة المحمية. شوفوا شلون ان برا المحمية الأراضي ما فيها زراعة، ما فيها نباتات، ولكن داخل المحمية لأنه ما حد قاعد يجلس المنطقة هذه، تشوف ان فيها التربة قاعد تتكاثر، النباتات قاعد تتكاثر. الرعي الجائر طبعا، الحيوانات المفروض انها فيها لها اماكن مخصصه. اذا انت تخليها اي مكان في البر راح تخرب لك كل الاماكن وما تطلع عندنا النباتات البريه. هذه شغله وايد مهمه شباب، مرادم النفايات. شباب احنا عندنا وايد اشياء نستخدمها في البيت، نفايات عندنا نستخدم اشياء ونقطها في حاويات النفايات. بعدين وين تروح النفايات هذه؟ تختفي صح؟ تتقطهم بعدين يختفون. ها ما ادري، انا قاعد اسالك انت الحين لما تقطهم الحاويه اللي عندك في غرفتك تقط فيها وتطلع وترجع ما تلقى ولا شيء. الله يعافي ميري. ها ها شباب شنو قاعد يصير عندنا في النفايات هذه؟ احنا طبعا الحاويات اللي عندنا قاعد ياخذون النفايات، قاعد تطلعها برا البيت عندك، قاعد تي سيارات النفايات ياخذونها ويودونها. مو حرق، احنا الحين بالكويت ما عندنا حرق النفايات، في عندنا مرادم النفايات. لا احنا في الكويت ما قاعد نحرقهم، قاعدين نردمهم. مرادم النفايات صارت عندنا جبال من النفايات مثل هالنفايات هذه. شنو نقدر نسوي شباب؟ شوفوا دولة الكويت أكثر الدول في العالم، يعني خذينا المركز الأول في شنو؟ في النفايات. يعني قبل قاموا يتباهون فينا الأمم والشعوب كميات المخلفات اللي احنا قاعد نطلعها. الفرد الواحد باليوم الواحد قاعد نطلع كيلو ونص تقريبا من النفايات، كل واحد قاعد يطلع من عندنا كيلو ونص من النفايات. طبعا 30-40% هذا شنو؟ أكل. عشان شي قاعد أقول لكم، يعني الظاهر قاعد نطبخ بس عشان نقطه في الزبالة. 30% ل 40% أكل عندك قاعد تجيب النباتات
قاعد تجيب المطاط، قاعد تقشر المطاط، هذه تشور تقطها، تقصصها، في خربان تروح تقطه، بعدين تقلي، اللي احترق تروح تقطه، واللي طعمه مو حلو تروح تقطه، وشوف ان انت قطيت نص الاكل اللي انت شاري. هذه المشاكل اللي عندنا. بعدين عندنا في الكويت كم مردم نفايات؟ 16 واحد. اي يعني كان عندنا مرادم قديمه وانترست وسكروها، قالوا بس خلاص ما تتحمل، وفتحنا مرادم جديده وبدينا نخلص منها، والحين راح نفتح بعد مرادم زياده وزياده، بدل ما نبني مدن سكانيه بدينا نبني شنو؟ مرادم حق النفايات. ليش ما يحرقونهم؟ شباب سؤال وايد مهم. يلا ليش ما نحرق النفايات؟ تلوث الهواء. ايه تلوث الهواء بعد. تلوث. اكيد راح تاثر الكائنات الحيه، التلوث طبعا وايد كبير. يعني انت ما تدري شنو قاعد تقط في الحاويات هذه. صح. التلوث هذا بالنهاية راح ينزل في الأرض، يعني أنت لما تتكلم تلوث الهواء بالنهاية راح ينزل على الماء وراح ينزل على الأرض. هذه شباب صور حق مرادم النفايات بالكويت. كميات كبيرة من مرادم النفايات عندنا. هذه بعد صورة موقع حق مرادم النفايات. أحجامهم وضعهم وايد كبيرة. شوف الحجم المرادم النفايات هذه، اشكبرها. وايد كبير. هاي صور مرادم النفايات السائلة. يعني احنا لما نتكلم على مرادم النفايات ما قاعد نتكلم على شغلة يعني مسوينها بطريقة انه ما تأثر على البيئة وكذي، لا، مرادم النفايات يعني صاير ان اماكن وقاعد نقط فيها بس. شنو؟ اي زين. يلا نكمل. هذه الحين نتكلم على المخلفات المكتبية. مرادم النفايات قلنا شنو المشكلة؟ المشكلة أنا قاعد نطلع كميات كبيرة. ليش قاعد نطلع كميات كبيرة من النفايات؟ لأن إحنا شباب ما قاعد نسوي تدوير النفايات. شنو يعني تدوير النفايات شباب؟ إعادة استخدام، إعادة استعمال، إعادة تدوير. بعد شباب شنو يعني؟ إيه، إعادة تصنيعها. تمام شباب. النفايات المكتبية وايد عندنا من النفايات نقدر نستخدمها، نقدر نستفيد منها، نقدر نوديها شركات إعادة تدوير. ولكن شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير ان انتم شباب واحنا كلنا ما قاعد نفصل المخلفات. في احد شباب عندهم في البيت حاوية حق الورق، حاوية حق البلاستيك، حاوية حق الزجاج، وحاوية حق البيبسي؟ اللي عندهم شباب يرفع ايده. شنو هذا شباب؟ وين التدوير؟ أعطوكم تدوير من المدرسة ولا ما أعطوكم؟ علموكم ولا لا؟ شباب شغلة ضرورية عندنا تدوير النفايات. البلاستيك في عندنا بالكويت مصانع حق البلاستيك، الحديد بطول البيبسي، بطول المدري شنو، في عندنا مصانع حقها، الورق مصانع حق الورق، الزجاج عندنا مصانع حق الزجاج، كل هذه ناطرة المخلفات ملوتكم على اساس انه يسوون لها اعاده تدوير. رحنا احنا زرنا المصانع هذه، رحنا زرنا مصنع الزجاج، قلنا له ايش كثر انتم تسوون من اللي قاعد تنتجونه الزجاج الجديد، ايش كثر مواد معاد تدويرها وايش كثر مواد جديده. قال احنا مواد اللي قاعد تصير اعاده تدوير حق الزجاج ما يغطي حتى 10% من اللي احنا نحتاجه. قاعد يقول ما حد له خلق يسوي اعاده تدوير زجاج. شباب في احد رايح الجمعيه وشايف حاويات اعاده تدوير؟ يعني كلكم شايفين الحاويات هذه بس ما حد له خلق يسوي اعاده تدوير. شباب وايد ضروري نسوي اعاده تدوير. ما في احد يروح يسوي اعاده تدوير عندك، انت تسوي اعاده تدوير عندك، تودي هالاشياء للمكان اللي يم الجمعيه وهم ياخذونه يودونه شركات اعاده تدوير. اذا انت ما تسوي عندك في الحاويه اللي في البيت لا تتوقع احد راح يعقبك وياخذ الحاويه مالتك ويطلع منها الاشياء يسوي لها اعاده تدوير. هذه شباب الاشياء اللي ممكن يسوي لها اعاده تدوير. شباب من عنده برنتر في البيت؟ اي لا تكلم انجليزي. من عنده طابعه شباب في البيت؟ تمام.
الحبر مال الطابعة هذا شنو نسوي فيه؟ نقطة طبعا. الحبر هذا شباب نقدر نسوي له إعادة تدوير. في شركات يسوون له ريفل، يعبون الأحبار هذه مرة ثانية، يحطون فيها حبر مرة ثانية ويبيعونها مرة ثانية حق الناس بأسعار أرخص. إحنا بالنسبة حقنا بدال ما نقطها، هي طبعا الأحبار من المخلفات الخطرة اللي تأثر على البيئة وتأثر على الصحة وتأثر على كل شيء. فبدال ما نقطها نقدر نعطيها حق شركات إعادة تدوير، تسوي لها إعادة تدوير الأحبار. مثل ما نشوف شنو عندنا المخلفات الورقية، الورق طبعا نقدر نسوي له إعادة تدوير ويروح شركات إعادة تدوير. شنو الأشياء الورقية اللي نقدر نسوي لها إعادة تدوير شباب؟ شنو؟ القراطيس بعد؟ لا الورق، الورق أوراق الطابعة بعد. شباب شنو الأوراق؟ مكتوب قدامكم شنو الأوراق شباب؟ المجلات بعد؟ منشورات. الأبراج. صح. الصحف. كتب المدرسة شباب تخلص السنة شو تسوون فيهم؟ ترجعونهم من المدرسة. وايد ممتاز يعطيكم العافية شباب. اللي ما يحتاج الكتب المدرسية تقدرون تسوون لها بعد إعادة تدوير بدل ما نروح نقطهم ونروح نأثر عليه. المخلفات فعندنا المخلفات المعدنية شباب، بطول المشروبات الغازية هذه العلب، علب المعلبات هذه كلها نقدر نسوي لها إعادة تدوير بدل ما تروح في سلات المهملات، نسوي لها إعادة تدوير، نحط لنا حاويات في المطبخ حق الأمور هذه وتروح شركات إعادة تدوير. البلاستيك شباب احنا تكلمنا على بطول الماء هذه، بطول الماء هذه قلنا ما تتحلل صح؟ ايش كثر تطول قلنا؟ 450 سنة. او نقدر نسوي لها إعادة تدوير، ايش حق نخليها كذي؟ البلاستيك في وايد انواع، البلاستيك في 7 انواع صح؟ في انواع يصير لها إعادة تدوير، في انواع ما يصير لها إعادة تدوير، في انواع نقدر نستخدمها حق الشرب، في انواع ما نقدر نستخدمها حق الشرب. تفضل. في انواع مضرة صح؟ فاحنا في انواع اللي يصير لها إعادة تدوير هذه اللي لازم نستخدمها، الانواع اللي ما يصير لها إعادة تدوير لازم نحاول ما نستخدمها او ما نقطها، بس نقدر نستخدمها في اغراض ثانيه. هذا عندنا امثله على شنو الانواع البلاستيك. شوف هاي كلها انواع البلاستيك. عندنا بعدين بالحاويات ملوتنا والاشياء اللي نقطها في اشياء يسمونها غير قابله للتدوير، اشياء اللي ما نقدر نسوي لها تدوير. لما نتكلم على قراطيس الكلينكس او الامور هذه ما نقدر نسوي لها اعاده تدوير. هذه الاشياء الوحيده المفروض نقطها في حاويات القمامه. الاشياء اللي ما نقدر نسوي لها اعاده تدوير شباب، الاشياء اللي نقدر نسوي لها اعاده تدوير هذا لازم يكون دورنا. مثل ما احنا عندنا نقول ما يصير نقط اشياء في الارض، الوسخ ما يصير نقطه في الارض، لازم نقول المواد القابله للتدوير ما يصير نقطها مع المواد الغير قابله للتدوير. هذا لازم يكون هدفنا. المخلفات المكتبية، المكتبية يعني قصدنا اللي في المكتب أو في البيت أو في المدرسة. الأشياء هذه إذا أنت سويت لها إعادة تدوير راح تروح حق حاويات إعادة تدوير اللي برا الكبار، سواء اللي برا بيتكم أو في الجمعية يصير لها إعادة تدوير، وبعدين تروح شركات إعادة تدوير. اللي أنت ما راح تسوي لها إعادة تدوير ما حد راح يسوي لها إعادة تدوير عندك. شباب في الكويت في عندنا وايد شركات إعادة تدوير. في أحد يدري إن عندنا شركات إعادة تدوير في الكويت ولا لا؟ ما حد يدري؟ مفاجأة هذه حقكم. في عندنا شركات وايد حق إعادة تدوير، شركات إعادة تدوير الورق، البلاستيك، الحديد، شنو بعد؟ الورق بعد. بلاستيك. شحوم. شحوم يعني شنو؟ أدري شحوم شنو هي الشحوم؟ ما أدري شنو الشحوم شباب. في شغلتين، الشحن في نتكلم على مال زيت السيارات، زيت الطبخ، الأمور هذه كلها يصير لها إعادة تدوير. شباب لما تقلون بطاط مقلي في البيت الزيت هذا شو تسوون فيه؟
تخشونه تمام. لا ما نخشه احنا زي طبعا يخترب مع الفتره. شنو نسوي فيه؟ في ناس يكتونه في مع الماء ايه يروح طبعا هذا ياثر على محطات معالجه الماء اللي عندنا. في ناس يحطونه في الزباله في القمامة. هاي طبعا تصير من المخلفات الصلبه وياثر على المكبات القمامة اللي عندنا. في نقدر نسوي اعاده تدوير حق الزيوت هذه. في شركات اللي عندك لبيتكم تاخذ الزيوت هذه وتسوي لها اعاده تدوير. نفس الحين اذا تروح مع السيارات الزيت لما يغيرون زيت السياره الزيت هذا ما قاموا يقطونه لا قاموا ياخذونه يسوون له اعاده تدوير. اي لما يصفون زيت السياره يسوون له اعاده تدوير. فهذه كلها موجوده. الحين نتكلم على الكي ام بي سي. مثل ما قلنا احنا من الكي ام بي سي شنو عندنا في الكي ام بي سي قاعد نسوي على اساس نحافظ على البيئه ونحمي البيئه. هذه امثله. احنا في الكي ام بي سي عندنا اعاده تدوير المخلفات، اعاده تدوير الورق والبلاستيك والحديد. رحنا سوينا في كل مكتب عندنا حاويات حق البلاستيك، حق الورق، حق الحديد. لما واحد يشرب بطل بيبسي ما يروح يقطه في الحاويه العاديه، لا يقطه في الحاويه مالت المخصصه حق الحديد هذه، وبعدين يروح شركات اعاده تدوير. نفس الشيء الورق، نفس الشيء البلاستيك. فهذه في عندنا الاشياء اللي عندنا داخل الكي ام بي سي المخلفات بدنا نوديها حق شركات اعاده تدوير. ليش نقطها في الحاويات العاديه وتروح حق مكبات القمامه؟ لا قمنا نوديها حق شركات اعاده التدوير. في عندنا شغله بساعه تكلمنا عن طبقه الاوزون وقلنا في غازات تاثر على الاوزون. احنا في الكي ام بي سي واحد من الغازات اللي تاثر على الاوزون اكتشفنا انه موجود عندنا نستخدمه في شنو؟ تمام، في الاطفاء الحرائق. غاز الهالون. غاز الهالون هذا نستخدمه حق الاطفاء. طبعا هو ما ياثر على الاجهزه، ما ياثر على ولا شيء، فاستخدامنا حقه زين، ولكن لما نستخدمه شنو يصير في الغاز هذا قلنا؟ يصعد لطبقه الاوزون. شنو يسوي؟ ثقب الاوزون. فعشان شيء في الكي ام بي سي سوينا مشروع بملايين الدنانير على اساس نغير كل انظمه مكافحه الاطفاء في الشركه، نحط غاز ثاني ما ياثر على طبقه الاوزون. هذا عندنا مشروع معالجة الماء اللي رايح البحر. احنا طبعا في الكي ام بي سي نستخدم ماء في الوحدات ملوتنا، بعدين الماء هذا تصير له معالجة وروح البحر. الحين قمنا نسوي معالجات إضافية، قمنا نسوي الماء اللي يطلع من الوحدات ملوتنا حتى ينفعنا نشربه، ولكن طبعا ما حد يستخدمه حق الشرب، ولكن بدينا نشوف استخدامات حقه. ان احنا ليش نعالجه وبعدين نرجعه البحر؟ لا، خلينا نستخدمه في الزراعة، خلينا نستخدمه في مشاريع عندنا داخل الشركة، نستخدمه حق حقن الآبار في الكي او سي في شركات النفط، بدل ما نرجع حق البحر، لأن قاعد نطلع ماء نظيف حق البحر. عندنا طبعا مشاريع ان ندعم الجهات اللي تحافظ على البيئة. مثل ما قلنا احنا في الكويت عندنا فريق الغوص الكويتي، قمنا ان نساعدهم اساس يحققون اهدافهم. فريق الغوص يسوي وايد انشطه مفيده حق البيئه، مثل يشيلون السفن الغرقانه، السفن الصغيره، يشيلون الشبك وامور تنظيف داخل البحر. يعني احنا مثل نسوي حملات تنظيف الشواطئ ولا تنظيف داخل البحر، يشيلون الملوثات، فاحنا ندعم مثل هالحملات هذه. في عندنا مشاريع ان نقلل الغازات اللي تطلع عندنا من الشعلة. اكيد اللي يمر على المصافي راح يشوف ان عندنا شعلات اللي احنا نسميها الفليرز، هذه كميات من الغازات تطلع. فاحنا قمنا نسوي لنا مشاريع ان نقلل الاشياء اللي تحترق هذه، نقلل الغاز ثاني اكسيد الكربون اللي يطلع من الكي ام بي سي. فهذه المشاريع. عندنا محطات البنزين. شباب يمكن قبل لا تولدون كان في شيء عندنا اسمه بنزين في رصاص. بنزين كان يحتوي على ماده الرصاص. ليش كان يحتوي على ماده الرصاص؟ على اساس انه يصير زين احسن يعني حق البنزين. ولكن شنو مشكلة الرصاص؟ شنو مشكلته؟ يسبب تلوث الهواء وعلى يأثر على صحة الإنسان. شباب يأثر على العقل، يأثر على المخ، يأثر على الإنسان. فقالوا لا، نسوي مشروع إن نشيل الرصاص هذا من البنزين. فالحين أي محطة بنزين راح تشوف راح يقول لك مكتوب بنزين خالي من شنو؟ خالي من الرصاص. هاي من المشاريع المهمة اللي سويناها في الكويت وفي الكيمبيز. عندنا محطات او وحدات تقلل تلوث الهواء اللي قاعد يطلع. هاي وحدات مو مهم شنو اسمها، ولا تبون تعرفون اسمها؟ يسمونها الـ FCC unit. زين، هذا يسمونه الكتروستاتيك بريسيبيتيتر.
الترسيب الالكتروستاتي حق الجسيمات العالقه الصغيره، عرفت شنو اسمها؟ فعندنا الجسيمات العالقه الصغيره اللي تطلع في الجو، هذا الجهاز لا ما يمنعها انها تطلع من الجو، ياخذها يجمعها وبعدين نتخلص منها بطريقه صديقه حق البيئه. فمشاريع كبيره قمنا نسوي. شباب من راي محطه بيان حق غسيل السيارات؟ ما حد يغسل سيارته شباب؟ محطه بيان حق غسيل السيارات، محطه بيان هي محطه بنزين فيها مكان حق غسيل السيارات. طبعا لما تغسل السياره شنو فيها؟ فيها انواع من الزيوت يكون مكتوب عليها، انواع من الملوثات، فهذه الملوثات اساس ان نقللها من الماء اللي قاعد نغسل فيه السيارات، حطينا وحده صغيره يسمونها وحده معالجه مياه غسيل السيارات في محطه بيان، فهذا تقلل التلوث اللي عندنا اللي يطلع من الماء عقب ما نغسل السياره. عندنا طبعا حملات تنظيف الشواطئ البحريه، حملات تنظيف البر، كلها قمنا نسوي حملات، هذه كلها عندنا تنظيف جزيره كبر، مخيم. احنا في الكين بي سي عندنا مخيم سنويا يسوون مخيم الشركه، فيحطون المخيم هذا وقبل لا نطلع نسكر المخيم مالنا نسوي حمله تنظيف. اخر يوم حق المخيم هذا اخر شهر 3 نروح نسوي حمله ننظف كل المكان، نشيل كل الخيام وكل الاشياء هذه ونسوي حمله تنظيف على اساس نرجع المكان كثر ما نقدر مثل ما كان قبل لا نبدي التخييم اللي عندنا. عندنا المشاركه في فعاليات ساعه الارض. شباب ساعه كنت اتكلم عن ساعه الارض، احنا في الكي ام بي سي نسوي ساعه الارض، فهذا المبنى الرئيسي، المبنى الرئيسي مال الكي ام بي سي. شنو قمنا نسوي؟ قمنا نسوي ان هذه الساعه اللي بالليل نطفي كل الليتات اللي في الشركه في المبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي بالليل من يداوم شباب بالليل بالمبنى الرئيسي؟ ما حيداوم بالمبنى الرئيسي بالليل، بس الليتات دائما مفتوحه. فاحنا لما بدينا نسوي الحركه هذه اكتشفنا ان في داعي نخلي الليتات كلها مفتوحه طول الليل في المبنى اللي ما فيه ولا احد، فبدينا نتعلم من الامور هذه. انزل، فهذا احنا الحين شنو دورنا كافراد في المحافظه على البيئه؟ الحين نتكلم على واحد واحد منا، شنو دورنا على اساس نحافظ على البيئه؟ احنا الحين سمعنا وايد عن البيئه، وايد عن التلوث، وايد عن الامور هذه. الحين انا اي اقول لك انت شنو دورك في المحافظه على البيئه؟ شنو راح تقول لي؟ يلا شباب كل واحد يقول. تمام، الممتلكات العامه. شباب اعاده تدوير النفايات. بعد شباب يلا شباب ورا وين طالعون شباب؟ شنو دوركم محافظة على البيئة؟ ما نرمي النفايات. بعد تمام، المشاركة في الحملات البيئية. شلون؟ تمام، حملات تنظيف الشواطئ. بعد شباب تنظيف الشواطئ، دعم الحملات. شلون على دعم الحملات؟ تبتعطونهم فلوس يعني ولا تشاركون بالحملات؟ مشاركة. شباب احنا مو دورنا نروح ندعم الحملات وعطوهم فلوس، احنا نبيكم انتم تكونوا موجودين في الحملات. اذا انتم شباب ما تروحون حق الحملات من اللي راح يروح؟ كل واحد يجي السايق ماله يعني، من اللي ينظف؟ اذا احنا شباب كويتيين دولتنا ما نقعد نحافظ عليها وننظف عليها، من اللي راح ينظف؟ دورنا لازم ان كل واحد يشارك في الحملات. احنا لازم نروح نسوي حملات، انتم تروحون تسبحون في البحر تخلصون ربع ساعه تنظفون اللي حواليكم وتقطونهم في الحاويات، بس يعني اشياء بسيطه دورنا. ازرع شجره، شيء بسيط، شجره واحده، شجره واحده شنو راح تاثر؟ الشجره شنو تسوي اصلا؟ شنو تسوي؟ تماسك التربه. بعد تنقي الجو، امتصاص ثاني اكسيد الكربون، تعطينا اكسجين. فشباب لو كل واحد فينا يزرع الشجره ايش كثر راح ناثر حق الكويت؟ مو شويه، وايد راح ناثر. اذا كل واحد في العالم يزرع له شجره واحده ايش كثر تتوقعون راح ياثر؟ سنه من السنين في يوم البيئه العالمي قالوا ازرع شجره، قالوا اذا كل واحد يزرع شجره وايد راح تتاثر الارض وايد راح تتطور البيئه. احنا لما نقول ازرع الشجره ترى مو بس الفكره انه بس اللي راح يصير التاثير من زرع الشجره هذه،
انت لما تزرع الشجرة وتحافظ عليها وتسقيها كل يوم انت راح تتعلم من هالشيء هذا، راح تتعلم وايد اشياء، شنو اللي يأثر عليها، شنو اللي يضرها، شنو اللي يفيدها، شنو احنا نستفيد منها. لما الناس اولى ابتدائي يعلمونهم ازرع نبتة الفول وازرع نبتة الهذا، شنو الفكرة؟ الفكرة مو بس ان يشوفونها، الفكرة ان يتعلمون منها، ان نستنتج منها شنو نستفيد من الامور هذه. عندنا طبعا المحافظة على الماء، شنو يقول لك المحافظة على الماء؟ احنا في اليوم الواحد نستهلك ايش كثر؟ 447 لتر من الماء. الشخص الواحد يستهلك 447 لتر. من هال 447 لتر كم لتر تشرب انت من هالماء هذا؟ لتر. لتر للترين. الباقي ايش قاعد تسوون فيه شباب؟ الباقي كله قاعد يضيع. تطبخ، ايش كثر قاعد تطبخ؟ تطبخ لتر، تطبخ لترين، تطبخ ثلاثة، تطبخ عشرة، تتسبح، تسقي الزرع، الأمور هذه. ولكن إحنا مثل ما قلنا في الماء، إحنا من الدول الأولى في العالم في استهلاك الماء، قاعد نستخدمه في أمور صحيحة، في أمور تفيدنا، في أمور مهمة، قاعد نشرب، قاعد نغسل، قاعد نسوي أمور. ولكن عندنا وايد إسراف في استهلاك الماء. عندنا الماء قاعدين نفرش أسناننا، نبطل الحنفية ونقعد نفرش أسناننا خمس دقائق، بعدين نروح نغسل حلجنا والماء كله قاعد يصب، قاعد يصب وقاعد يهدر. نبي نروح نتوضأ، نبطل الماء على حده، مع أن إحنا احتياجنا حق الوضوء يمكن هالكثر ماء كافي أن نتوضأ ونخلص كل الوضوء مال. عندنا يسمونه إسراف في استهلاك الماء. هذا طبعاً إحنا ما قاعد نحس فيه، ليش؟ لأنه ما قاعد ينقطع عنا الماء. لما تسمع انه والله انقطع الماء تقول اي والله ليش قاعد ينقطع؟ لازم هني نبدي نحس. احنا من الحين لازم نفكر، ليش ننطر لي بعدين لما ينقطع الماء بعدين نفكر شنو دورنا وليش قاعد ينقطع وشنو لازم نسوي؟ هذا لازم احنا اللي نفكر فيه. فطبعا شنو يقول، شنو مكتوب؟ الكويت تستاهل، انتم تستاهلون والكويت تستاهل. لازم ان احنا دورنا ان نعيش على الارض، نستفيد منها، نسوي اللي نبي نسوي، ولكن في نفس الوقت عندنا واجب ان نحافظ على الارض، نحافظ على مصادرها. اي سؤال شباب؟ يلا شباب اسئله، اسئله مو داشه من الامتحان بس اسئله شباب. يلا تفضل. اذا زاد التلوث، طبعا هو التلوث قاعد يزيد، هو في مراحل التلوث يزيد، الصحة تتأثر عندنا. موجود عندنا التلوث يزيد، احنا نتأثر، صحة الإنسان تتأثر، الماء يتأثر، الكائنات الحية، مساء قلنا انقراض الكائنات الحية، انقراض الكائنات الحية من وين قاعدين؟ قاعدين من التلوث. قلنا السلاحف، السلاحف من شنو قاعد تنقرض الحين؟ من التلوث اللي احنا قاعد نسويه. شلون شنو؟ شلون ننظف؟ احنا قلنا دورنا من البيت اول شيء في بيوتنا نبدي نقلل التلوث هذا، نشوف شنو الاشياء اللي احنا نحتاجها، شنو الاشياء اللي احنا ما نحتاجها. شباب عندنا الاضاءة اللي عندنا في الحمام، اذا ما حد موجود في الحمام ليش احنا محتاجين الليتات كلها شغالة طول الليل واحنا نايمين؟ امور ما نحتاجها، في امور تقول انا احتاجها خلها، الامور اللي ما تحتاجها لازم تفكر انت. شوف عندك في غرفتك شنو اللي تحتاجه، شنو اللي ما تحتاجه، اللي ما تحتاجه تبدي تقلله، هذا دورك انت. بعدين دورك في المدرسه، شنو دورنا في المدرسه؟ بعدين شنو دورنا في الشارع؟ شنو دورنا في المنطقه؟ كذي تشوف انت الموضوع. اي هذا اللي قلنا تروح مكبات النفايات. فهني احنا لازم نشوف شنو النفايات الغير قابله للتدوير، بعدين نشوف هل فعلا نحتاجها ولا ما نحتاجها. في اشياء نقول والله احنا نحتاجها، هاي اشياء ضروريه، في اشياء مو ضروريه، فنبدا نقلل الاشياء المو ضروريه عندنا في حاجتنا. ما نحرق النفايات احنا في الكويت، بعدين يعني تصير جبال والجبال تكبر وتكبر وتكبر، ومثل ما شفنا في الصور الجبال قاعد تكبر عندنا في الكويت، هاي جبال النفايات بس قاعد تظل كذي.
هي مرادم النفايات بس قاعد تظل جبال عندنا في الكويت. شلون؟ شباب في احد سمع عن حرق الاطارات اللي صار في الجهره ذيك السنه؟ شنو صار؟ تلوث. انت قاعد تلوث الارض، قاعد تلوث الهواء، الغازات هذه، الناس اللي حوالينا. الحين اللي حوالين مناطق مكبات النفايات يتاثرون، بس الناس اللي وايد بعاد ما تتاثر، ولكن حرق الاشياء اللي مثل هذه ياثر على مسافات كبيره على منطقه الكويت. بعد اسئله شباب. شلون يذوبونها؟ هو في امور نقدر نستفيد منها، فهذه الاشياء ناخذها. في امور تتحلل، يعني شنو؟ هو تتحلل يعني تتحلل بدون ما تحرقه بالظل في التربه يعني. فنفس الشيء يعني ما سويت شيء. يصير يضبطونها بل هو في المكبات النفايات قاعد يضبطونها. تلزق ويصغر حجمها شويه، بس نفس الشيء. حاطين لكم في الجمعيات شباب. في احد رايح بالجمعيه شايف ان احد قاعد يقط في الحاويات هذه؟ يعني الناس اللي قاموا يسووا هذا التدوير صار فيهم احباط شباب من اللي قاعد يسوونه. حاطين لكم الحاويات في الجمعيه، شبون اكثر من كذي؟ موجوده وايد اماكن. موجود إيه؟ فهي مو ما نتكلم عن الحاويات، احنا نتكلم على دورنا احنا، شنو دورنا؟ لا تقول ليش ما هم يسوون، ليش ما هم يسوون؟ فكر شنو انت لازم تسوي، هذا دورك انت. شنو انا لازم اسوي؟ مو ليش هم ما يسوون وليش ما يسوون؟ ليش الخدامه ما تفصل عندنا في البيت بدل ما انا قاعد افصل؟ دورك انت، انت اللي شنو لازم تسوي؟ زين، يلا شباب يعطيكم العافيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعطيكم العافية إدارة المدرسة ومعلمين المدرسة والطلبة، شاكرين لكم جدا. نشكر المهندس حسام جمال والمهندس محمد ميرزة على إلقاء المحاضرات الطيبة، وكذلك أشكر فريق العمل مع الأخوة المهندسين، شاكر لكم جدا جدا. يبقى عد علينا أبناء الطلبة أن احنا فعلا نكون ملتزمين في ملاحظات الأخوة المهندسين بخصوص إعادة التدوير. وأهم شيء، أهم شيء، أنتوا كم عددكم تقريبا؟ يمكن إني 40 أو إلى 50. أهم شيء أنك تعمل علشان ينجح شغلنا ونحافظ على البيئة. تعمل أيضاً أنت دعاية وإعلان. شلون تعمل دعاية وإعلان؟ ترى أنت بروحك تقدر تأثر على 1000، أنت بروحك تقدر تأثر على 1000، ربعك، عيال عمك، عيال خالتك، تقولهم يا جماعة لا ترمي العلبة، احتفظ فيها عند الجمعيات في حاويات خاصة لإعادة التدوير، وبالتالي أنت ساهمت وعملت وأنجزت. بعض الأحيان يوم تشوف منظر سلبي ضميرك يأنبك، ودك تحافظ على الأرض اللي احنا عايشين عليها وهالنعمة الجميلة هذه اللي الله أنعمها علينا. فهذه رسالة، أنت قد ساهمت في شركات في الخارج قاعد تدفع ملايين علشان تحافظ على الأرض، في حكومات قاعد تدفع ملايين أبحاث، في ناس ما قاعد تنام يومين ثلاثة، دراسات، تحاليل، اختبارات عشان يعرفون على الأرض. خلنا احنا ايضا نساهم في ان نحافظ على هذه الأرض الطيبة
وخاصة هي دولتنا الحبيبة دولة الكويت، ونكون سفراء طيبين في أن نحافظ على مجتمعنا وبيئتنا. أعيد شكري مرة ثانية، شاكر لكم جدا، وعساكم على القوة وكثروا علينا هالمحاضرات. يعطيكم العافية، مشكورين.